الله أكبر. الجيش الحر لواء ثوار الشام قوموا بالتحرك باتجاه إحدى المخافر للنظام الأسدي الموجود في تل الوهبان. الله أكبر لله الحمد. إحدى القادة العسكريين أبو قصي. الله أكبر. راح نحن نتسلل من هون المنطقة الغربية، رامي القاذف هون والرشاش هون، الشباب البواريد اللي معاي أنتو بتضلوا هون. مجرد ما أبشاك الرمى حشوة الأربجي الكل بفتح دراكة دراكة ضرب ضرب بفتح، بس اللي كيسه يمشيت. ماشي يا شباب. الشباب جاهزين؟ أنت مطول لتوصل مكانة دقيقتين بوصل إن شاء الله. قديش بدك بالضبط كرر؟ دقيقتين إن شاء الله. يلا توكل على الله، الشباب كله جاهز عم استناك. خذ موقع بس احكي لو توصل احكي معي فورا. يلا علي بالي. كيف بدك؟ الله اكبر 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 الله اكبر. مشت مشت لا تخلي حدا. مشت مشت شباب. الله اكبر. تم اقتحام المخفر باذن الله لواء ثوار الشام وتدمير بالكامل. الله اكبر الله اكبر.